محمد سيد القولين وثق الذين محمد سيد القولين وثق الذين والفريقين من علم ومن عجب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت
أنت الباقي يا باقي، أنت الباقي يا باقي، أنت الباقي يا باقي، أنت الباقي يا شافي، أنت الشافي 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 يا كافي، أنت الكافي يا كافي، أنت الكافي يا كافي، أنت الكافي يا كافي، أنت الكافي يا كافي، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لحجزي سواك مستندي، يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لحجزي سواك مستندي، يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لحجزي سواك مستندي، يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لحجزي سواك مستندي، يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيل يا شهيد يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيل يا شهيد يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيل يا شبيب يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيل يا شبيب يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيل يا شبيب يا حجر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المدى، يا حجر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المدى، يا حجر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المدى، يا حجر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المدى، يا حجر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المدى، ما محتاج تو حاجة رواه،
سيازم سيدا رباهما محتاج دو حاجة رواك المدد يا غاص يا زم سيدا رباهما محتاج دو حاجة رواك المدد يا غاص يا زم سيدا رباهما محتاج دو حاجة رواك المدد يا غاص يا زم سيدا رباهما محتاج دو حاجة رواك المدد يا غاص يا مشكلات بعدد دار ابرار المدد يا غاص يا زكير مشكلات بعدد دار ابرار المدد يا غاص يا زكير مشكلات بعدد دار ابرار المدد يا غاص يا زكير مشكلات بعدد دار ابرار المدد يا غاص يا زكير مشكلات بعدد دار ابرار المدد يا غاص يا زكير يا حزر الشيخ محي الدين مشي المشا بالخير 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 افتاد كنت بس بس دیمم آزاد کن دردی تو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن افتاد کن بس بس دیمم آزاد کن دردی تو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بس دیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن افتاد کن از بس دیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن افتاد کن از بس دیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن افتاد کن از بس دیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بس دیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم يا حضرة غوث بيتنا بإذن الله تعالى يا حضرة غوث بيتنا بإذن الله تعالى يا حضرة غوث بيتنا يا حضرة غوث بيتنا يا حضرة غوث بيتنا خذ يدي يا شاه جينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي سفير حزرتي تستجير 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد الجود والكرم آله وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعقلهم نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق
الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. خاتم سورة الروسية. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. شيئا لله يعد القادر ساكن البغداد كشيخ الجلال جلال. شيئا لله يعد القادر ساكن البغداد كشيخ الجلال جلال. شيئا لله يعد القادر ساكن البغداد سقاني حبك أسد الوصال. وقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشتش نحوي في كؤوس. فرئت بسكرتي بين البوالي فقلت لسائر الأقطاب دونك بحادي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشرفوا أنتم جنودي. فساقي القوم بالوادي فلا لي شرفتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقاطعكم العلا. ولكن مقامي فوقهم ما زاد علينا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسدي ذو الجلال. البازي أشهب كل شيء وماذا في الرجال اعتيا متى في كسادي فلعت بالطراز عزمي وتوى الجنيب كيجا للكمال. وأطلعني على سر وديب وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاء جمعا. فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحال لصار كل مورا في الزواري. ولو ألقيت سري في جبال لدمت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار خمدت واختفت من سري حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت تقام بقدرة المولى تعالى. وما منها شهور بالعدهور تمر وتنقضي إلا أتأتي وتخبرني بما وتعلمني. فأقصر عجلالي مريدي إمة واشتح وغني وإفعل ما تشاء فالاسم عني مريدي لا تخف. الله ربي مريدي لا تخف. الله ربي مريدي لا تخف. الله ربي يقاني رفعة علت البلاء لتقولي في السماء والأرض دوما. وشاؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا. أخذت لدي على حكم اتصالي دراسة
والسلم المحتى سلط مجبر وللنصر عدح قول البوار في فمن في أولياء الله بسيره ومن في العلم والتصريف برجال في هواجر سيارة وفي ثلث البيان فاللؤلاء وكل ولي الله قده وإني على قدم النبي بدر القمر نبي هاشمي حجازي هو جدي به نلت القمر في مريدي لا تخف واشق فإني عزوم قاتل عند القتال لي انا الجيلي وحي الدين لقبي واعناني على راس الجبال لي انا الفسدي وهو مقامي واقدامي على قلوب الرجال لي وعبد القادر رشدي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال لي تقبلني ولا ترد سؤالي اغثني سيدي انظر بحالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يعشق الجلال جلالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن جلالي البلد شيئا لله يا 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 عبد القادر ساكن بغداد يا شيخ النبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله 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 نبيك أكرمنا كرنا الله الله نبيك أكرمنا كرنا الله الله نبيك أكرمنا Thank you.
الدل